اما هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الاولى، وموضوع دائما بنسلط الضوء خلال رحلاتنا الصباحيه عليه هو صعوبه التعلم. حسب اخر الاحصائيات والدراسات اكثر من 4 مليون طفل ومراهق يعانوا من صعوبات التعلم. هي المشكله بتنشا من طبيعه تعامل المخ مع المعلومات، كيف ممكن مع سنوات تتراكم بصعوبه التعلم، بصعوبه القراءه، بصعوبه فهم المعلومات العلميه لكل الاطفال او المراهقين اللي عم يعانوا من هي المشكله. صحيح نور، وهون بتظهر المشكله وبتبلش الاسئله الكثيره، ان كان من الاهل او حتى من المحيط. هل هي المشكله اصلا ممكن يكون جزء منها وراثي، ام هل المشكله العائق الرئيسي امام طبعا تطور الاطفال؟ وكثير اسئله عن هذا الموضوع رح نعرف اجابتها اكثر وتفاصيل عنا مع ضيفنا بالاستوديو المهندس دوريت شدود، وهو خبير في كوادر رعايه الطفوله ذوي الاضطراب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح مشاهدي قناه الاخباريه السوريه ومشاهدي برنامج صباحنا غير. يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نبسط للمشاهدين شو هي صعوبات التعلم علميا، وايمتى بتبدا عند الطفل؟ لانه بالبدايه ما بيتم التشخيص صحيح. صحيح. بيكون في صحيح. اختلاط مع بعض القصص الاخرى عند الطفل. هلا حقيقه يعني العديد من الاطفال يعانون من اضطراب يسمى اضطراب صعوبات التعلم. صحيح. طبعا هذا الاضطراب قد يستمر لفتره طويله من الزمن قبل ان يتم تشخيصه وبالتالي الوقوف على حقيقه الامر الذي يعاني منه الطفل. طبعا هذا الزمن ممكن يأثر على قدرات الطفل من حيث الثقة بالنفس ومن حيث قدرته على تحفيز ذاته وبالتالي على نتائج تحصيله العلمي في مدرسته. حتى نعرف شو هو اضطراب صعوبات التعلم لازم نعرف معلومة جدا هامة، انه في عنا عدة انواع من اضطرابات صعوبات التعلم. فتعريف على سبيل المثال، اضطراب صعوبة التعلم ناتج عن اضطراب في الحالة النمائية للكلام واللغة يختلف عن اضطراب صعوبات التعلم الأكاديمي اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. على اعتبار اليوم طبعا هذا الاضطراب حقيقة شائع في مجتمعنا بشكل كتير كبير. لما بقول أنا اضطراب صعوبات التعلم الأكاديمي المقصود فيه هو فقدان قدرة الطفل على اكتساب المهارات الأكاديمية تحديدا مهارات القراءة ومهارات العمليات الحسابية. فيعاني الطفل طبعا بهي الحالة من شيء اسمه عسر القراءة، يعاني من شيء اسمه عسر الكلام. طبعا لا يعتبر هذا الاضطراب بأي شكل من الأشكال من أنواع الإعاقات العقلية أو الجسدية، فقط هو في رابط عضوي مع حالة الذكاء عند الطفل، فهو تراجع بالمفهوم الذكائي عند الطفل. بالنسبة لمتى يظهر، في الحقيقة قد لا يظهر هذا الاضطراب بشكل جلي وواضح إلا بعد دخول الطفل في مرحلة التعليم الأكاديمي، كان في رياض الأطفال أو كان في المدرسة سواء كان ابتدائية أو أعلى ابتدائية. طيب خلينا نتعرف كمان، اليوم في كثير أسباب واختلف وكل فترة بيطلع في دراسات جديدة. صحيح. عن موضوع صعوبات التعلم عند الأطفال. البعض قال إنه هي ممكن تكون مشكلة وظيفية، يعني مثلا مشكلة بالإذن أو مشكلة بغير أعضاء الحواس فبالتالي بيتأثر الطفل. صحيح. أو ممكن يكون مشكلة وراثية، وأيضا في ناس قالت مثلا من آثار الحروب أو الأزمات النفسية. صحيح. في كتير أطفال اللي نشأوا بمناطق فيها اضطرابات أدت إلى صعوبات. صحيح. تعلم عندهم. من مجمل هاي الأسباب شو هي فعلا الأسباب الحقيقية لصعوبات التعلم؟ لا يمكن بالمطلق إغفال أي سبب ذكرتيه، بدءا من الاضطرابات النفسية الناتجة عن حالة على سبيل المثال دخول بلد ما في أزمة معينة إلى عوامل مرتبطة بالحالة الدماغية عند الطفل. بس خلينا نقول في أسباب رئيسية وحالات الاضطرابات اللي خلينا نسميه الاستقرار المكاني في أي دولة هو ظرف بالعادة بيكون طارئ. خليني أقسم الأسباب لثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول هو طريقة نشأة الطفل، يعني البيئة الاجتماعية التي يحيا فيها الطفل. فدوما الأسرة اللي بتسود علاقات المحبة والوئام والوفاق الأسري بشكل عام بتكون بيئة حاضنة للطفل، وبالتالي ممكن نبعد بأي شكل من أشكال خطر إصابة الطفل بهذا الاضطراب. من الأسباب اللي ممكن تكون أو بتقرب حالة وقوع الطفل باضطراب صعوبات التعلم على سبيل المثال ارتفاع السمية بمعدن الرصاص، وهذا من العناصر الشائعة حاليا على مستوى البلدان العربية بتزيد من خطر إصابة الطفل بصعوبات التعلم. شيء مرتبط بالحالة الصحية للطفل في مرحلة الحمل على سبيل المثال، نقص النمو الحاد الذي يمكن أن يصيب الجنين في رحم والدته، تعاطي الكحول والمخدرات بالنسبة للأم على سبيل المثال قد يكون له دور سلبي أيضا على في نشأة هذا الاضطراب، وخلينا نقول نقص وزن الطفل ما بعد الولادة.
هاي جملة أسباب علمية. العامل الوراثي بيلعب دور فينا نقول ولا خلينا نكون كمان دقيقين، مثل ما حكيت في عدة أنواع لصعوبات التعلم. فيما يتعلق بصعوبات التعلم الأكاديمية عامل وراثي بيلعب دور فيها كتير كبير، لأنه مثل ما ذكرت مرتبط بعنصر الذكاء عند الطفل، وبالتالي ذكاء الأبوين بيحدد بالعادة ذكاء الأبناء. نحن بنعرف علميا 40% من ذكاء الطفل تمام هو موروث فطري، و60% مكتسب. مقدار خلينا نقول ال 40% الفطرية الموجودة عند الطفل هي اللي بتحدد اوكي قديش راح يكون حجم الاكتساب من 60% خلال مسيرة حياته. فهو في ارتباط جذري ما بين اضطراب صعوبات التعلم الأكاديمي وما بين عامل وراثي عند الأهل. طب خلينا نشير لنقطة كتير مهمة، يعني أهمية اعتراف الأهل انه طفلهم عندهم مشكلة، هي كمان نقطة لازم نوقف عندها، لأنه بالبداية أساسا بيصير سوء تشخيص، يعني صحيح. بيصير في تداخل ببعض الأمور، بيصير في صعوبة بالتشخيص، بنشوف التشخيص بالمرحلة الصحيحة هي المرحلة العمرية الأكبر اللي هي بالست سنوات صحيح. لما دخول المدرسة. هون خلينا نعطي بعض النقاط اللي لازم يوقفوا عند الأهل يقول لا ابني عنده مشكلة، لأنه نحن بنعرف في فوارق فردية بين الأطفال. ممكن الأم تقول لك لا أنه عادي، في بعيلتنا حدا تأخر بالكلام، في بعيلتنا حدا كان عنده هي المشاكل وتيسرت أموره، لأنه نحن بنعرف مع بداية اكتشاف المشكلة قديش بيوفر جهد وتعب صحيح. على الأهل في معالجة المشكلة صحيح. الأساسية من صحيح. البداية. هلا أنسي لك شغلة نكون صريحين فيها، نحن اليوم بمجتمعاتنا من الأسف الشديد مفتقد لمفهوم الثقافة الطفولية. أوكي يعني كثير من الاحيان الطفل بيوعى باضطرابات متعدده ما بينتبهوا عليها الاهل. فيما يتعلق باضطراب صعوبات التعلم، كشف الاعراض بالنسبه للاهل كشف جدا سهل في حال في متابعه دقيقه من الاهل لرعايه اطفاله. فعلى سبيل المثال طبعا للحصر، لما بشوف انا ابني صار عمره 4 سنوات 5 سنوات وعنده مشكله او اشكال ما بقدرته على مسك القلم، وبالتالي السيطره على القلم ونسميه الكنترول والتوجيه، فأنا أكيد الطفل بهذا العمر في عنده إشكال ما. لما بشوف ابني عم بيحاول يكتب على سبيل المثال حرف الباء، عم يكتبه بشكل مقلوب من اليسار لليمين أو مسطح الباء للأسفل بدل ما يكون للأعلى، هي مشكلة. لما بشوف ابني على سبيل المثال غير مستجيب مع طبيعة التعليمات الأكاديمية الموجهة له، أوكي أكيد في مشكلة. لما بشوف ابني أنا غير منتج دراسيا، رغم ما نعرف إحنا اليوم كأهالي عم نحاول نحط كتير ما استطعنا يعني في سبيل تعليم أبنائنا، وبشوف النتائج يعني غير مجدية غير جيدة، فلازم أنا أشك مباشرة أن طفل اليوم في عنده إشكال ما على صعيد التعليم الأكاديمي، فلازم يتوجه باتجاه الأخصائي لأخذ الاستشارة، وبالتالي كل ما كان الكشف مبكر بتكون النتائج أفضل في عملية الاستشفاء. طيب استاذ، اليوم احنا عم نحكي دائما انه العلم تطور، وحاليا هلا شوي كمان الدور الاعلامي بهذا الموضوع صار عم يحاول ينشر اكبر قدر ممكن من التوعيه للاهل بهذا الموضوع. اليوم التعامل مع الطفل اللي عنده صعوبات التعلم كيف لازم يكون، وخصوصا بالبيت، لانه يمكن البيئة. الجهد الاكبر البيئة حتى لو راح احضر دورات او صحيح. تعليم تفاعلي، الجهد الاكبر على الام والاب والاخوه صحيح. ايضا بالبيت. بناء على تجربتي انا بموضوع تاهيل الاطفال، دوما من اكثر من 10 سنوات كنت اقول عباره وعلى طول بقولها، خير مدرب قبل ما يكون مربي، خير مدرب لطفل ذو اضطراب هو الاب والام. أنا كيف اليوم ممكن بعد أسباب صعوبات التعلم عن ابني؟ في كتير طرق. أول شيء لازم نفصل ما بين الرعاية العاطفية للطفل ومفهوم الدلال المفرط. إذا لازم أنا أرعى أبنائي بشكل جيد بشكل عاطفي، وبعد قدر الإمكان ما أوقع بمطب اسمه مطب فرط الدلال أو الدلال المفرط. الأمر الثاني قد يكون صعب التحقيق حاليا هو موضوع الاهتمام بالنظام الغذائي للطفل. نحن اليوم للأسف الشديد إذا ما نكون دقيقين اليوم في تراجع هائل على مستوى النظام الغذائي للأطفال بحكم الأزمة المعاشية. تمام كبير صحيح. بفعل الأزمة المعاشية، ولا حدا يتخيل أنه هذا التراجع ما ممكن يأثر على القدرة الذهنية عند الطفل أو على قدرة التركيز والانتباه عند الأطفال. فلازم قدر الإمكان أني أنا أمن احتياجات الطفل الغذائية. من الأشياء المهمة أيضا أنه لازم أنا كأب وكأم أكون متابع بشكل دقيق البرنامج اللي تم وضعه للطفل بهدف تخليصه من اضطراب صعوبات التعلم، وكون عم متابع معه بالبيت من خلال عملية التنفيذ المباشرة، مو من خلال السؤال أنه اشتغلت أو ما اشتغلت أو كذا، لا لازم يكون في عمل مباشر الأب والأم بهذه الطريقة. جملة معطيات لما أنا بحققها ضمن البيت، توازن نفسي ضمن البيت كتير مهم، حسن العلاقة الزوجية كتير مهم، علاقة الحوار الموجودة ضمن البيت كتير مهم، تحفيز الطفل اللي عنده اضطراب
صعوبات التعلم، عامل كثير مهم ايضا يتخطى الطفل هاي المشكله ويخطو باتجاه الامن. يعني حكينا عده عوامل بتاثر بشكل كثير كبير صحيح. على المشكله ايجابا او سلبا، لكن خلينا نحكي اكتشاف المشكله من البدايه قديش فعليا بيوفر جهد وتعب على الاهالي، قديش فعليا يمكن فينا هي المشكلة مع الوقت، لأنه بنعرف 85% من الأطفال تقريباً إذا بلش معهم من البداية بتخلصوا صحيح. من هي صحيح. المشكلة. فخلينا نقول لازم مع البداية يتم التشخيص فوراً، يعني أنا ما أتراجع كأهل أقول لا هي المشكلة ممكن تنحل مع مرور الوقت، وقديش بتأثر إيجابياً على طبيعة انتهاء هي المشكلة بشكل عام. خليني هون أقول فكرة كتير مهمة من واقع تجربتنا وعملنا على أرض الواقع. اليوم في شكوى عامة عند معظم الأهالي دون استثناء عن موضوع طريقة تعاطي الطفل مع المناهج المحدثة. عم نلاقي طفلنا اليوم انه في اشكال معين بالمادة الدرسية عنده، عم يرجع للدرس الخاص، عم يرجع للمعلم بالصف، عم يرجع لزملائه، ففي اكثر من جهة اليوم عم تكون مساعدة في عملية ادخال المعلومة لعقل الطفل. بس المناهج فعليا ضخمة جدا. ليش ما بنقول العكس؟ ليش ما بنقول انه في مشكلة اليوم بالبنية الذهنية عند اطفالنا؟ انت اليوم عم تحكي عن اطفال جيل حرب. وانا عندي مقال نشرته من 3 ايام بجريده بقعة الضوء تحدثت فيه عن موضوع ثقافه الحرب عند الطفل ومدى تاثيره والتراجع التعليمي اللي صار عند اطفالنا. المقصود بكلامي انا هون موضوع التشخيص موضوع له شقين، طبي وتاهيلي. لا يمكن تشخيص حاله اي اضطراب طفولي بالاعتماد على المجهود الطبي ولا بالاعتماد على المجهود التاهيلي، لازم تضافر الجانبين مع بعض. طبعا اليوم الطبيب لما بيشوف حاله صعوبات تعلم الحل الوحيد الموجود امامه هو يعني يتوجه باتجاه المغذيات الدماغيه الاوميجا 3 على سبيل المثال، ريسبيريدين بهدف تخفيف حاله فرط النشاط عند الطفل لرفع مستوى التركيز. كل هاي الاجراءات الطبيه لا تخدم تمام قضيه الاستشفاء من الحاله مطلقا، ما لم يرافق هذا الموضوع عمليه تاهيل وتدريب دقيقه صحيح. جدا ومنسقه مع عمليه العلاج الدوائي. فهون نحن بنقول لما بيكون الاكتشاف لهذا الاضطراب مبكر، التشخيص الطبي دقيق، التقييم الفني دقيق، جاء اصحاب الخبره والكفاءه في موضوع تاهيل الاطفال، وضعوا برنامج فعلا يتناسب مع قدرات الطفل الى حيث ما هو واقف. نحن وين مشكلتنا اليوم؟ بنجيب طفل على سبيل المثال، خلينا نقول مستوى التواصل البصري تبعه بمستوى الثاني. بيدخل على مركز تأهيل فبيبلشوا معه تواصل بصري من المركز من المستوى الأول. هذا بالنسبة لنا بنسميه نحن إحباط للطفل. بالنتيجة في شيء قادر يقوم فيه فأنا بحوله إلى محفز. حافظ عليه وبزيد. تمام وبزيد ما ببلش من بدايته. فالاكتشاف المبكر تمام اكيد بيساعد كثير بموضوع التخلص من هذا الاضطراب، وفي نقطه كثير مهمه نسب الاستشفاء عاليه جدا صحيح نسب الاستشفاء بصعوبات التعلم عاليه جدا. في نقطتين لازم هون نختم فيهم هي الفقره هي هذا المدخل. المعلومه عند الطفل كيف تدخل؟ نحن في عندنا شيء اسمه ادخال معلومه، في عندنا شيء اسمه الترابط، وفي عندنا شيء اسمه الذاكره، وفي عندنا شيء اسمه استرجاع المعلومه او التغذيه الراجعه. قد يكون اضطراب صعوبات التعلم يكمن في احدى النقاط الاربعه مو الاربعه. فبرنامج التاهيل لازم ينحط بعد ما يقدر شو النقطه الدقيقه يلي عم بيعاني منها الطفل، هل هو عنده مشكله باستقبال المعلومه ام بتفسير المعلومه اللي هو الربط، او بتخزين المعلومه بمركز الذاكره، او باسترجاع المعلومه حين الطلب. في كثير اطفال نحن ممكن يتعلموا على حرف الباء على سبيل المثال، وانا عم اقول باء وخطا اني اقول باء بالنسبه لصعوبات التعلم، صعوبات التعلم يجب ان تعلم الاحرف بالطريقه الصوتيه مو بالطريقه الهجائيه. اب حفظ اب اوكي ام الى ما هنالك. لما انا بجي بلقن الطفل هذا الحرف اوكي استقبله اوكي ربطه اوكي خزنه، لما انا ممكن اطلب منه ما هذا الحرف ممكن ما يجاوب طبعا لهيك يتم فدوما لازم نبحث عن النقطه اللي صحيح. ممكن نحن من خلالها نلاقي مدخل المخرج المناسب تمام للبرنامج المناسب بالنسبه للطفل. طيب كمان خلينا نحكي استاذ زريد، اليوم في بعض الاطفال مثل ما حكينا تختلف عندهم انواع صعوبات التعلم طبقا لحالتهم الجسديه او المعرفيه، يعني بعض الحالات في ناس اكتشفوا متاخر انه طفلهم عنده صعوبات تعلم ومع هيك ما عرفوا يتوجهوا للطريق الصحيح من اجل المعالجه، يعني بعرف حاله من الحالات طفل عمره 14 او 15 سنه صحيح. وعنده صعوبات تعلم ناجمه عن خطا بالولاده نعم. وبعد فتره مثلا تم توجيههم انه هو بحاجه لاكسجين لحتى تتعالج المشكله بالدماغ، ولكن لانه متاخر بالعمر فما ادت النتيجه، وحتى الان مستوى النطق عنده او التفاعل كثير بطيء. هي الحالات المتاخره هل ممكن فعلا ادراك هذا الوقت اللي راح او بيكون صعب؟ الانسل الاعراض اللي حضرتك حكيتيها شوي بعيده عن اضطراب صعوبات التعلم، بمعنى
أنا عندي إشكال ولادي، فمعظم أحيان بيكون إشكال ولادي هو نقص أكسجين، بدليل أنه تم وصف الأكسجين المضغوط مستقبلا بهدف تحسين العمل الذهني. هلا هذا اضطراب مختلف تماما، واضطراب نمائي بيكون شامل على مستوى الجسم، بيأثر على النطق، بيأثر على موضوع استقبال يعني السمع. يعني حتى التشخيص اللي مشخصين لهم اياه هو خاطئ. اكيد خاطئ. صعوبات التعلم برجع بقول لك بالنتيجه هو اضطراب لا يوجد فيه اعاقه عقليه او جسديه. اوكي، لا يوجد بالمطلق. طفل مدرك تماما بكل حواسه، لكل موجوداته، لكل المحيط الموجود فيه، عنده فقط مشكله بموضوع التعليم الاكاديمي. اوكي، ما بيعرف يجمع، ما بيعرف يطرح، ما بيعرف يحفظ ارقام، ما بيعرف يحفظ احرف، ما بيعرف يربط الاحرف ببعضها ليكون كلمات. هذا برجع بقول لك ما له علاقه بالمفهوم العقلي، ما له علاقه بحالات التخلف العقلي، له علاقه بموضوع قدره الدماغ على التعامل مع المعلومات. وهذا غير علما، مشان نحكي بالاضطراب اللي انت عم تحكي فيه، الاضطراب الناتج عن نقص الاكسجين قد يصب في عده مصدر، قد يكون تاخر نمو عقلي روحي شامل، قد يكون على سبيل المثال اصيب الطفل بحاله من التوحد اوتيزم، قد يكون الطفل اصيب على سبيل المثال باضطرابات على مستوى العمل الذهني ادت الى خلل نطقي، خلل سمعي، خلل بصري، بس اكيد مو خلل بموضوع التعلم. هذا مؤكد يعني. أكيد خلص وقتنا، بس ضوينا على نقط مهمة كتير، يا رب يكونوا كل الأهالي استفادوا وأخذوا المعلومة المفيدة. بالختام نشكرك المهندس دوريد شدود، خبير رعاية طفولة ذوي الاضطراب. شكرا كتير لك. شكرا جزيلا لكم، سعيد أنك موجود معكم. شكرا لك.